تتابعون في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. كيف تبدو أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعد عقود من اللجوء عاشوا فيها كالمواطنين العراقيين؟ ما الذي دفع الحكومة العراقية الحالية كي تسحب العديد من الامتيازات الخاصة بهم؟ ما أبرز الإجراءات التي ستطال اللاجئين وما مخاطرها عليهم في الفترة القادمة؟ وفي زهرة المدائن آثار العثمانيين في مدينة القدس. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين ياسر عرفات الحاضر رغم الغياب.